تحفل سجلات التاريخ العسكري برموز عسكرية مصرية مضيئة استحقت أن يكتب التاريخ أسماءها في سجلات الشرف العسكرية المصرية. ومن هؤلاء اسم المشير فخري محمد علي فهمي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مؤسس قوات الدفاع الجوي، صانع مجدها وأول قائد لها كقوة رابعة مستقلة إبان حرب الاستنزاف. ولد المشير فخري محمد علي فهمي في 11 من أكتوبر عام 1920، تخرج في الكلية الحربية عام 1939 ليتدرج في العديد من المناصب القيادية حتى قيادة قوات الدفاع الجوي. أشرف على ملحمة بناء حائط الصواريخ، فاستطاع أن يودي ورجاله بأحلام العدو ليسقطوا وإلى الأبد هالة التفوق الجوي الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة. وتخليدا لذكراه الباقية في عقل ووجدان الأمة، أطلق اسمه على الدفعة 56 فنية عسكرية. الفريق محمد محمود ناشي، رئيس أركان القوات البحرية الأسبق، التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها في 30 من مايو عام 1930. تولى رئاسة عمليات القوات البحرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. تدرج في المناصب القيادية حتى منصب رئيس أركان القوات البحرية. وتقديرا لدوره وتاريخه في العسكرية المصرية، أطلق اسمه على الدفعة 70 بحرية. الفريق محمد علاء الدين بركات، قائد القوات الجوية الأسبق، التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها في 16 من فبراير عام 1956. اشترك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وتدرج في المناصب القيادية حتى منصب قائد القوات الجوية عام 1988، فاستحق أن تكرمه العسكرية المصرية بإطلاق اسمه على الدفعة 86 جوية. اللواء أركان حرب محمد سعيد علي سليمان، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الأسبق، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في الأول من سبتمبر عام 1942 ليلتحق بسلاح المدفعية، تخصص مدفعية مضادة للطائرات. اشترك في حروب مصر المعاصرة، وكان له دور بارز في تساقط طائرات الفانتوم الإسرائيلية أثناء حرب الاستنزاف. خلال توليه قيادة الفرقة الثامنة دفاع جوي، تدرج في المناصب القيادية حتى منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي. وتقديرا لدوره البارز في العسكرية المصرية، أطلق اسمه على الدفعة 47 دفاع جوي. وتسطع الأسماء المضيئة في سجلات العسكرية المصرية، فيتجلى المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، أحد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث. من هنا انطلق البطل ليحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في الكلية الحربية عام 1949، لينضم بعد ذلك إلى سلاح المدفعية. اشترك في حرب فلسطين وهو ما زال بالكلية الحربية، وكان من الضباط الأحرار الذين شاركوا في ثورة 23 من يوليو عام 1952. تدرج في المناصب القيادية ليتولى قيادة مدفعية الفرقة الثالثة المشاة أثناء حرب الاستنزاف، وأثبت كفاءة عالية في إدارة القتال وتكبيد العدو خسائر فادحة. تولى رئاسة أركان مدفعية الجيش الثاني الميداني حتى عام 1971، ثم قائدا لها حتى عام 1974. وخلال توليه هذا المنصب كانت المعركة الحاسمة حرب أكتوبر عام 1973. والتي أبنى فيها العميد أبو غزالة بلاء حسنا، وكان وقع دانات وصواريخ المدفعية كالزلزال فوق رؤوس الأعداء. الذي لا يقوى، وتحقق النصر المبين. وفي نهاية عام 1974 عين اللواء أبو غزالة
رئيسا لأركان المدفعية، ثم ملحقا عسكريا بالولايات المتحدة الأمريكية، فمديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة، وتمت ترقيته لرتبة الفريق في 15 مايو 1980 ليعينه الرئيس السادات رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. ثم تولى وزارة الدفاع في 8 مارس 1981 وترقى لرتبة المشير 1982، وظل في هذا المنصب حتى 1989. ومنذ أن تولى المشير أبو غزالة وزارة الدفاع اهتم بتسليح وتطوير القوات المسلحة على أسس علمية دقيقة في شتى المجالات. الأمن القومي المصري واضح معنا، منع العدوان على مصر من أي اتجاه ومن أي دولة كانت، وإذا حدث هذا العدوان سندمره بكل قوة. وتقديرا لدوره العظيم والخالد في العسكرية المصرية، أطلق اسمه على الدفعة 113 حربية والدفعة 48 معهد فني قوات مسلحة. تتوالى العصور، تمر السنوات، وتتعاقب الأجيال في حمل الرايات، ولا تنسى الأمة المصرية رموز العسكرية المصرية المضيئة جيلا بعد جيل. تحية تقدير واعتزاز لقادة سجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور. منذ فجر التاريخ برع القدماء المصريون في استخدام الآلات الموسيقية في الحروب لتحفيز جنودهم وفي الاحتفال بالانتصارات، ودونوا ذلك على جدران المعابد لتخليدها عرض الموسيقات العسكرية.